الجزء الثالث من محاضرتنا هذا اليوم راح نوضح به تعريف لبعض المصطلحات المستخدمة في إدارة المشاريع. مثل ما واضحتكم في المحاضرات النصية، عرض لبعض المصطلحات اللي راح نبدأ بها بمصطلح مدير الإنشاء أو الكونستراكشن مانجر. الكونستراكشن مانجر هو شخص أو شركة أو مؤسسة تقوم بإدارة تنفيذ المشاريع لصالح وبالنيابة عن صاحب المشروع. ويقوم مدير الإنشاء بعدد من النشاطات من شأنها أن تؤدي إلى تنفيذ المشروع حسب المواصفات وضمن ميزانية محددة والجدول الزمن المقرر. فإذا هو مدير الإنشاء أما يكون شخص خاصة بالمشاريع الخاصة أو يكون شركة أو يكون مؤسسة. وطبعا هاي مؤسسات أو شركات تكون هندسية، ويقوم مدير الإنشاء بإدارة تنفيذ المشروع بعد الاتفاق مع صاحب المشروع ولصالحه. طبعا يقوم مدير الإنشاء بعدة من النشاطات اللي يكون الهدف منها هو تنفيذ المشروع بحسب المواصفات ولتحقيق الهدف المطلوب من عندها ضمن الميزانية المحددة وجدول الزمن المقرر، وهذا مثل ما وضحنا يكون من خلال عدة خطوات. تقارير التشييد والإنشاء أو Construction Reports. تقارير التشييد هو تقارير عن حالة التنفيذ وتقدم المشروع، وتشمل تقارير مراقبة سير العمل، سجل التشييد اليومي، الوضع الأسبوعي، تقرير الكلفة والتقدير الشهري لسير العمل وغيرها. إذن هذه التقارير توضح حالة التنفيذ، وين وصلنا بالتنفيذ، شنو اللي خلصناه، متى تقدم المشروع، وهل هو متوافق مع الخطة الموضوعة. التقارير هذه تشمل تقارير مراقبة سير العمل، هناك سجل التشييد اليومي، هناك سجل تشييد أسبوعي، نظام ضبط إدارة الإنشاء Construction Management Control System. هذا هو نظام ضبط إداري يستعمل لضبط البرامج وسير العمل وضبط كلفة وميزانية المشروع. طبعا هذا أيضا وحدة من خطوات ووثائق إدارة المشاريع. عندنا جدول التشييد أو جدول الإنشاء Construction Schedule، هو جدول يوضح مجال العمل الإجمالي وأقسام العمل خلال مراحل التنفيذ، ويبين مواعيد بدء وانتهاء النشاطات لهذه الأقسام. فإذا إحنا مثل ما قلنا أنه Construction أو مراحل الإنشاء تتم خلال خطوات، فالخطوات هذه تحتاج إلى برمجة، فهناك جداول توضح ما هي هذه الخطوات وأقسام العمل، وبين ايضا مواعيد بدء ونهايه كل فعاليه من هذه الفعاليات او النشاطات. فريق الانشاء، من فريق الانشاء Construction Team، هو يتكلف من المالك او صاحب المال او صاحب المشروع، يتكون من مدير الانشاء والمهندس والمعماري من جهه والمقاول ايضا من جهه اخرى. المقاول العام، احنا يعني وضحنا مبدئيا المقاول العام هو الجنرال كونتراكتر، هو شركة او مقاولات انشائية تتعاقد مع صاحب المشروع وتقوم عادة بتنفيذ قسم من المشروع وتشرف على تنفيذ الباقي من خلال مقاولين متخصصين ثانويين تتعاقد معهم، ويسمون هؤلاء مقاولين من الباطن. فاذا المقاول العام هو ممكن يكون شخص في حالة المشاريع الخاصة، وممكن يكون شركة مقاولات انشائية عامة تعاقد وياها لغرض تنفيذ مشروع بكامله برمته، لكن تنفيذ هذا المشروع يحتاج إلى تجزئة إلى أقسام، فلذلك يقوم المقاول العام بدوره بتوزيع مهام تنفيذ المشاريع على مقاولين ثانويين أو نسميهم متخصصين يتعاقد وياهم، وهذول لهم تسمية ثانية هي مقاولين من الباطن. فإذا المقاول من الباطن نسميه سب كونتراكتر، هو شركة مقاولات متخصصة مو عامة تتعاقد مع المقاول العام لتنفيذ جزء من المشروع العام. الجدول الزمني الرئيسي، عندنا الجداول الزمنية للمشاريع، اكو جدول زمني رئيسي اكو جدول زمني للمشروع. الجدول الزمني الرئيسي نسميه ماستر سكيدجول، هو جدول رئيسي لتوجيه جميع النشاطات الرئيسية من بداية المشروع إلى نهايته، ويبدأ بتاريخ إشعار بدء العمل وينتهي بموعد استلام المشروع. أما الجدول الزمني للمشروع، الجدول التفصيلي اللي هو Project Schedule، هنا نهتم نفرق Master Schedule، هذا Project Schedule، هذا هو جدول زمني تفصيلي للمشروع
للتخطيط ومراقبة نشاطات المشروع. يعني كل فقرة من فقرات المشروع بها مجموعة نشاطات وفعاليات، شن هي؟ فهذه نوضحها بالتفصيل كل من حسب الفترة اللي تحتاجها والكلفة اللي تحتاجها. هذا نحتاجه احنا الجدول الزمني المشروع، ليش نحتاجه؟ يستعمل عادة كمقياس لمدى التقدم في العمل والمصادقة على طلبات تسديد دفعات المقاول، مراقبة الكلفة، توفر السيولة النقدية لدى المالك. عادة حتى نعرف نقيس مدى تقدم العمل يتم من خلال هذا الجدول الزمني. بالنسبة لتسديد دفعات المقاول، احنا نتفق ويا انه الدفعات المالية بالنسبة لإجورة تكون على او حتى تكاليف العمل يكون على شكل دفعات، يعني ما نعطي مبلغ دفعة واحدة. فهاي الدفعات شو وقت نحدد موعدها؟ يتحدد حسب فقرات العمل. فالجدول الزمني التفصيلي حيحدد عند الوصول لهذه الفقرة يتم دفع هذا الدفعة الى المقاول، وهكذا. صاحب العمل او المالك الاونر هو فرد من افراد مجموعة افراد، يعني هو الـ يعني جزء من فريق العمل. ممكن يكون شخص، ممكن يكون شركة او مجموعة شركات، ممكن تكون مؤسسة او حكومة ترغب في بناء مشروع تحتاج اليه او ترغب فيه وذاك لسد حاجة لها او لاجل الاستثمار. فاذا هو ممكن يكون شخص في حال مشاريع خاصة، ممكن يكون شركة في حال مشروع ذات مستوى اكبر، ممكن يكون مؤسسة حكومية او حكومة بنفسها في حال مشاريع الخدمية الكبيرة. بالنسبة للمهندس المقيم Resident Engineer، هو الموظف الفني من قبل الحكومة أو المالك الذي يعين كممثل مباشر لضابط التعاقد ليكون متواجدا بموقع العمل، والذي تم تفويضه لإصدار وتوقيع أوامر لمبلغ أقصى قدره كذا، ويقوم بالإشراف على أعمال المقاول وينسق أعماله مع مدير إنشاء المكل. فإذا هذا الموظف يعني يكون مفروض يعني مهندس فني يعين من قبل أما من قبل صاحب العمل أو من قبل الجهة المستفيدة اللي هي الحكومة، ويعين كممثل مباشر لضابط التعاقد، يعني يكون متواجد بموقع العمل حتى يعني يتم تقييم خطوات العمل ضمن المواصفات المطلوبة، وهذا يتم تفويض الإصدار وتوقيع أوامر لمبلغ أقصى قدره كذا. أيضا يقوم بالإشراف على أعمال المقاول، يعني المقاول ما يشتغل وحده بموقع العمل، ممكن المقاول يعني ورقيا يعني يبين انه هو دي شغل من المواصفات، لكنه احنا لازم اكو شخص يشرف على شغله، هذا من هو المهندس المقيم، وينسق اعمال ايضا مع مدير الانشاء المكلف. الكامل وياكم تعريف المصطلحات. وصلنا الى ما يخص تأكيد الجودة ومراقبة الجودة. ما هو تأكيد الجودة؟ Quality Assurance هي النظم والمناهج والنشاطات الموضوعة للتأكد من أن مادة معينة ستؤدي الأداء المطلوب عند استعمالها الفعلي، ويتم ذلك بفحص المواد وطرق الإنشاء والتصنيع على أن جميع هذه الأمور تتفق مع المواصفات المطلوبة. وضحنا مبدئيا أنه كل خطوة من خطوات العمل لها مواصفات معينة. المواد المستخدمة في المشاريع الهندسية على سبيل المثال لها مواصفات معينة، هناك قيم معينة نحصلها مختبريا يجب أن تتوافق مع هذه المواصفات، إذا خرجت عنها معناته أن هذه المادة غير صالحة لهذا النوعية من المشاريع. مثل ما تلاحظتوا بالمرحلة الثانية بالمختبر المواد الخرسانية ومختبر المواد الأسفلتية، حصلتوا على قيم لبعض المصطلحات المختبرية، هذه القيم تقارن مع المواصفات وأيضا أخذتوا فكرة عنها. فهذه هي المقصودة هنا، تأكيد الجودة يكون مطابقة القيم المحصلة بالنسبة للمواد مختبريا مع المواصفات. أيضا طرق الإنشاء لا تخلو من المواصفات، يعني إحنا بنستخدم طريقة إنشاء معينة فيجب أن يكون تبعا إلى مواصفات معينة، وكذلك الآليات والمعدات كل هذه يجب أن تكون تابعة لمواصفات معينة لتأكيد الجودة. مراقبة الجودة شنو؟ Quality Control هو مراقبة التنفيذ بحيث أن أداء المواد والمعدات تتفق تماما مع المواصفات وضعها المهندس المعماري. فيتم هنا المراقبة، رح نطلب عندهم تقارير تثبت القيم المختبرية للمواد والقيم الخاصة بطرائق الإنشاء ونقارنها مع المواصفات حتى نأكد أنه هي ضمن متطلبات الجودة أو لا. كمل وياكم إلى ما يسمى بنظام معلومات إدارة المشروع Project Management Information System المختصة إلى PMIS. نظام معلومات إداري يزود المدير بما يلزمه من معلومات عن الأداء الحقيقي للمشروع بما في ذلك الوقت والكلفة، وينبه عن أي صعوبات حالية أو مستقبلية قد تستوجب حلا أو قرارا من طرفه.
فإذا هذا المعلومات، نظام المعلومات راح نثبت به كل المعلومات الخاصة بالمشروع، من ضمنها الوقت ومن ضمنها الكلفة وأي ظروف طارئة ممكن تحدث أو تأخير حصل بأي فقرة من فقرات المشروع. هذا حيطلع عليه منه، حيطلع عليه مدير المشروع حتى يقدر حتى أول مرة يعرف في الأداء الحقيقي للمشروع هل هو ضمن الخطة أو خارج الخطة، وإذا يحتاج إلى تغيير بالخطة أو تمديد لوقت المشروع أو إضافة كلفة إلى آخره من هذه القرارات اللي ممكن أنه نتخذها خلال مرحلة تنفيذ المشروع. نكمل وياكم، عندنا مصطلح وثائق الإنشاء أو التشييد Document Construction Documents، هي جميع الخرائط والمواصفات المشروع وقائع الاجتماعات والمفاوضات والاتفاقات التي تمت الاستعداد بدء التنفيذ. وثائق الإنشاء لا تشمل فقط الخرائط والمخططات اللي توضح التفاصيل الهندسية والإنشائية للمشروع، وإنما أيضا تشمل المواصفات اللي اعتمدنا عليها، تشمل وقائع الاجتماعات والمفاوضات والاتفاقات اللي تم من خلالها مناقشة أمور معينة واتخاذ القرار بما يخصها. التوصية بترسية العقد Contract Award Recommendation هو تأتي نتيجة تقديم العروض، وترفع التوصية إلى المالك لمراجعة جلسات التقييم والموافقة على التوصية. احنا وضحنا انه هناك في مرحلة معينة وهي مرحلة المناقصة يتم الإعلان عن مناقصة تنفيذ المشروع، وتجينا أو تقدم لنا مجموعة من العطاءات هاي لغرض تقييمها وتحليلها لاختيار العطاء الأفضل. فإحنا اللي حنسوي هنا هي راح نقوم بالتوصية بترسية العقد، يعني من نختار العطاء الأفضل راح نرفع توصية بترسية العقد على هذا العطاء. هاي التوصية من نرفعها؟ نرفعها إلى المالك رب العمل، ومع جلسات التقييم هو راح يطلع عليها والقرار النهائي راح يكون من خلاله الموافقة على التوصية أو عدم الموافقة عليها. تقييم العروض اللي هي البيد إيفالويشن هي عملية ومنهج اختيار العطاء الأنسب بحيث أنه يستجيب للشروط ومواصفات المشروع من النواحي الفنية والإدارية ونواحي الكلفة. وإذا تساوى جميع عناصر التقييم بين عطاءات عديدة فإن العطاء الأقل سعراً عادة ما يكون هو العطاء الأنسب. فإذا هذه المرحلة اللي تسبق التوصية أنه تجينا العطاءات راح نقوم بعملية ومنهجية معينة لاختيار العطاء بتقييم العطاءات، بتقييم هذه العطاءات حسب مقارنتها بالشروط العمل بمواصفات المشروع من النواحي الفنية من النواحي الإدارية وحتى من نواحي الكلفة حتى نختار العطاء الأمثل. في حال إذا تساوت جميع عناصر التقييم بكل العطاءات فحيكون هو العنصر الوحيد اللي حنعتمد لاختيار العطاء الأفضل هو السعر أو الكلفة. نظام التدقيق الأوديت سيستم. الأوديت سيستم هو نظام مراقبة وتدقيق في النشاطات التي تأتي في التقرير، وعادة يقوم بهذا التدقيق فريق من خارج الدائرة المعنية بالتعاون مع أعضاء من أقسام الإدارة والمالية. نظام التدقيق عادة أو المراقبة هو راح نجي إحنا نراقب النشاطات اللي تم تنفيذها فعلا، وهل هي متوافقة مع المواصفات، هل هي الكلف المحددة إلها يعني تكون هي مناسبة أو لا. عادة التدقيق ما يكون من صاحب رب العمل ولا من صاحب المدير المشروع، إنما تأتي من جهة خارجية، جهة خارجية عادة تكون أعضاها هم من أقسام الإدارة والمالية. خرائط المرافق كما تم تشييدها اللي هي Built Drawing as Built Drawings، هي خرائط المرافق كما تم تنفيذها في الموقع، وقد تختلف قليلا أو كثيرا عن الخرائط التصميمية، وذلك نسبة التغييرات التي قد طرأت خلال مرحلة التنفيذ. احنا نعرف انه في مرحلة التصميم راح نبدي بإعداد أو أن يتم إعداد خرائط يتوضح مرافق المشروع أو أقسام المشروع، لكن في مرحلة التنفيذ قد تكون التنفيذ مختلف عن هذه الخرائط. فشون نعرف؟ راح يتم إعداد خرائط أخرى تسمى الخرائط المرفق كما تم تشييدها as built drawing. هذه هي يعني المنفذة فعلا، يتم مقارنة هذه الخرائط مع خرائط تصميمية حتى نعرف إذا كانت أكو تغييرات أو لا. المهندس المعماري Architect Engineer هو مهندس أو شركة هندسية متعاقدة للقيام بتصاميم هندسية تفي باحتياجات صاحب العمل، وتعتمد تصاميم هندسية على نوعية المشروع وتعقيداته، فيمكن تكون تصاميم مدنية أو كهربائية أو ميكانيكية أو إلى آخره أو بعض أو جميع هؤلاء. فإذا هو مهندس شخص أو ممكن يكون شركة هندسية تتعاقد وياها لغرض القيام بتصاميم هندسية للمشروع
حسب متطلبات صاحب العمل وحسب متطلبات التصاميم الهندسية، وتعتمد حسب متطلبات المواصفات الهندسية، وتعتمد هذه التصاميم على نوعية المشروع وتعقيداته. فيمكن تكون تصاميم مدنية، إنشائية، كهربائية، ميكانيكية إلى آخره. عندنا مصطلح ملحق وثائق العقد الأدندمز، اللي هي وثيقة كتابية تعطي لجميع المشتركين في عطاء معين تجيب على أسئلة المقاولين خلال اجتماع ما قبل تقديم العطاءات، وقد تحتوي على معلومات مفيدة جديدة أو متطلبات إضافية تصبح جزء متكامل من شروط العطاء. إحنا قلنا أكو عقد يصير مبدئيا عند البدء باتفاق على المشروع، فيصير عقد بين المقاول وبين رب العمل، لكن بعدين راح تصير عندنا مستجدات. هاي المستجدات راح تحتاج انه نضيفها كفقرات العقد، فاضافتها لفقرات العقد راح تكون بصيغه ملحق وثائق عقد، فهي وثيقه كتابيه تعطى لجميع المشاركين في عطاء معين، يعني من خلال اجابه على اسئله مقاولين. يعني المقاولين لاحظوا ان هناك فقرات معينه ما تم الاشاره الها بالعقد الاصلي، فنحتاج انه نضيفها اضافه الى متطلبات اضافيه، فتعتبر هي جزء متكامل من شروط العطاء. اختبار القبول أو الأكسبتنس تيستينج هي الفحوصات اللازمة التي يجب إجراءها للتأكد من عمل المعدات والمرافق حسب الرسومات والمواصفات قبل قبولها النهائي. فإذا هناك بعض الاختبارات والفحوصات اللازمة يجب أنه يتم من خلالها التأكد من أنه هذه المعدات تشتغل وفق المتطلبات العمل أو لا، وكذلك بالنسبة للمرافق. التدفق المالي أو النقدي أو ما يسمى الكاش فلو هو سرعة صرف الأموال المتعلقة بكل نشاط أو قسم من المشروع، وتعتمد هذه السرعة على كمية وسرعة الأداء، وتتألف من رواتب الموظفين، أجور العمال، ثمن المعدات والمواد وغيرها. فإذا التدفق المالي والنقدي اللي يسمى كاش فلو راح يوضح، هو مخطط يوضح ما هي المبالغ اللي يجب أن تصرف خلال فترات معينة من فترات تنفيذ المشروع. ممكن هذه تصرف بشكل ثابت، ممكن حسب تنفيذ فقرة معينة من المشروع مثل ما وضحنا. فكل ما يكون سرعة الأداء أكثر كل ما الصرف راح يكون أسرع. الصرف المن يشمل أجور اللي تمثل رواتب الموظفين، أجور العمال، ثمن المعدات، كلف المواد إلى آخره، من كل الكلف اللي متعلقات أيضا أخرى تكون هي ضمن هذه المصروفات. أمر التغيير change order هو تعديل أو تغيير لبنود العقد أو التصميم يأتي به المالك، وذلك إما لرغبته أو رغبة مدير إنشاء أو المقاول، ويصبح أمر التغيير جزءا من وثائق العقد. يعني إحنا قلنا أكو عقد يصير، أكو فقرات به ثبتت، أكو ملحق للعقد، وأكو تغيير للعقد، أكو تغيير بعض الفقرات. يعني إحنا لاحظنا بعد أنه وقعنا العقد أكو بنود معينة ما تأتي حسب رغبة مالك العمل أو حسب رغبة مدير الإنشاء أو حسب رغبة المقاول، فيتم ذلك بتغيير هذه الفقرات ويصبح التغيير جزء من وثائق العقد. نظم المعلومات Information System، طرق ووسائل جمع المعلومات تحليلها وخزنها والقدرة على استرجاعها عند الحاجة. نظم المعلومات تشمل كل المعلومات اللي نحتاجها لهذا المشروع، ابتداء من أول خطوة في مرحلة التخطيط إلى آخر خطوة في مرحلة التنفيذ، وحتى في مرحلة التشغيل، فيتم إعداد نظام خاص لتدوينها وخزنها لاسترجاعها عند الحاجة. الكلفة الحياتية اللي هي Life Cycle Cost، طريقة لحساب الكلفة الحقيقية للمرافق، وهذه تتطلب تحديد تكاليف التشغيل في مرحلة ما قبل التخطيط بالإضافة لتكاليف تصميم والإنشاء والصيانة. اللايف سايكل كوست هو تحديد كلف المشروع حسب المرحلة. في مرحلة التخطيط هناك كلف معينة، في مرحلة التصميم هناك كلف معينة، في مرحلة التنفيذ هناك كلف معينة، وعندنا في مرحلة التشغيل هناك كلف معينة. يعني على سبيل المثال في مرحلة التنفيذ عندنا كلف إنشاء المشروع، كلفة شراء الأرض، كلفة الأيدي العاملة، كلفة الآليات والمعدات، كلفة المواد، كلفة أجور العمال إلى آخره. خلصنا التنفيذ رح نبدأ بالتشغيل، هناك كلف الصيانة. في مرحلة التخطيط أيضا هناك كلف، هذه كلها رح نسميها Life Cycle Cost، بمعنى أنه الكلف هي متنوعة حسب مراحل الحياتية للمشروع. مجموعة المصاريف وتراكمها Cumulative Expenditures. Expenditures هي المصاريف، هي طريقة في بيان المصاريف بحيث أن كل مبلغ مبين يظهر مجموع مصاريف إلى ذلك الحين. هذه هنا نخلي مجموع المصاريف التراكمية، يعني بداء من أول خطوة في مشروع إلى الخطوة اللي وصلنا لها.
فخلصنا الخطوة الأولى حد خلينا مبلغ، بعدين كملنا الخطوة الثانية ضفنا المبلغ اللي احتاجيناه بتنفيذ الخطوة الثانية إلى المبلغ اللي تمناه اللي صرفناه بالخطوة الأولى، فصار عندي مبلغ تراكم. بعدين نجي الخطوة الثالثة راح ننفذها، راح نضيف المبالغ المصروفة بالخطوة الثالثة إلى المبالغ اللي صرفناها بالخطوتين الأولى والثانية حتى نطلع المبلغ الإجمالي المتراكم. معايير التصميم الديزاين كرايتيريا، القوانين والمستويات الهندسية يجب استعمالها خلال التصميم. طبعا هناك بالمواصفات نحدد شنو القوانين المستخدمة، شنو المستويات الهندسية، هذه اللي احنا نستخدمها بالتصميم ونعتمد عليها. مراجعة التصميم الديزاين ريفيو للتأكد من أن التصميم يصلح للتشييد متكامل متقيد بالقوانين المعمول بها ويوجد توافق بين الخرائط والمواصفات. فإذا إحنا ورا ما نكمل التصميم راح يروح إلى مرحلة المراجعة أو التقييم حتى نتأكد هل هذا التصميم يمكن قابل للتشييد أو الإنشاء أو لا، هل هو متوافق مع القوانين والمواصفات المعمول بها أو لا، هل هو متوافق مع الخرائط والمواصفات أو لا. هذا يتم تحديده من خلال هذه مرحلة مراجعة التصميم. طريقة التصميم والتشييد المتوازي الفيس كونستراكشن هو طريقة بحيث يبدأ بالتنفيذ فور انتهاء التصميم الأول للمرافق، وتعرف أيضا بطريقة التنفيذ السريع. هذا تعتبر من طرق التنفيذ السريعة المعروفة بالفاست تاسك، مجرد ما يعني التصميم هنا ما أحتاج أكمله كله، بانتهاء تصميم كل فقرة معينة أبدي بتنفيذها معين، فيصير أكو توازي بين مرحلة التصميم ومرحلة التشييد، في ذلك يكون هنا العمل تنفيذ سريع ويسمى بالتنفيذ السريع. نظام استرجاع النتائج Feedback System، نظام بحيث يجري تحليل نتائج عمل ما لمعرفة فعاليته، وإذا لم يفي العمل بالنتائج المتوخاة يصار إلى تغيير متحولاته أو بعضها للحصول على النتائج المطلوبة. فإذا هنا وراء ما أكمل تنفيذ معين عمل معين أحتاج إلى أن أعرف هل هذا يؤدي عمله بالصورة المطلوبة أو لا، هذا يتم من خلال الفيدباك سيستم، فنعرف أنه هل النتائج هي ضمن المطلوب أو لا، فإذا كان لا فمعناته إحنا ما حققنا الهدف المطلوب، إذا كان نعم فإحنا وصلنا إلى الهدف المطلوب. الدفعة الأولية للتعبئة Mobilization Advanced Pavement، دفعة مالية أولية تعطي عند بدء بالتعبئة بالمشروع، وذلك لمساعدة المقاول تحمل نفقات مرحلة التعبئة ومصاريف أخرى. الدفعة الأولية هذه أول دفعة تعطى للمقاول عند البدء بالمشروع حتى يبدي بالصرف لتوفير احتياجات المشروع ومراحل وتحمل نفقات مرحلة التعبئة ومصاريف أخرى. منحني S أو S curve هو خط يبين العلاقة بين مجموع المصاريف المتراكمة مقابل الوقت. إحنا حكينا عن المصاريف المتراكمة، إذا رسمنا علاقة ما بين المصاريف المتراكمة مع الوقت راح يطلع عندنا منحني بشكل S. هذا دائما إحنا نسأل عنه من نعرف المصاريف المتراكمة شكد وصلت. هندسة القيمة Value Engineering، فرع هندسي يختص في تحليل التصاميم الهندسية أو المعدات، وذلك لمحاولة تعديل التصميم أو المعدات بهدف تسهيل إنشائها أو استبدال قطع بأرخص منها، وذلك تخفيض الكلفة الكلية من دون التأثير السلبي على الأداء العام للتصميم أو المعدات. إذا بتحليل القيمة أو هندسة القيمة رح نبدي نشتغل في تحليل تصاميم هندسية أو معدات معينة، نحاول نخلي عدة بدائل للتصميم أو للتنفيذ ونحللها قيميا ونشوف هل هناك فرق بالأداء الهندسي أو لا، وإذا كان هناك يعني تساوي بالأداء الهندسي رح نختار الطريقة اللي تنطيني كلفة أقل، وذلك ضمننا حفظنا على القيمة الهندسية مع تقليل الكلفة. اقتراح تغيير عقد الإنشاء بسبب هندسة القيمة Value Engineering Change Proposal المختصر إلى VECP، شرط يضاف إلى عقد الإنشاء ليرشد المقاول إلى كيفية تقديم اقتراح لتغيير عقد الإنشاء بسبب هندسة القيمة. إحنا قلنا باستخدام هندسة القيمة ممكن أنه نلاحظ أنه الكلفة الموجودة مدى التصاميم الموضوعة أو المعدات المستخدمة ما تحقق القيمة المطلوبة، فلذلك نخلي فقرة بعقد الإنشاء يرشد المقاول إلى تقديم اقتراح لتغيير عقد الإنشاء. إدارة القيمة Value Management هي طريقة إيجابية ومنطقية للحصول على أفضل قيمة لكل دينار يصرف على المشروع، وهذه الطريقة تحلل المشروع وأقسام بواسطة السؤال والجواب على الأسئلة التالية: ما هو القسم؟ ما هو العنصر الذي يجري تحليله؟
ما هو وظيفته؟ ما هو كلفته؟ ما هو الطرق أو المواد البديلة؟ وما هي كلفته؟ فهنا كأنه راح نبدأ نخلي سيطرة على القيمة. هل هناك شنو احنا على شنو نحدد القيمة لأي عنصر أو لأي قسم؟ شنو هدفته ووظيفته؟ ايش قد كلفته؟ شنو هل هناك طرق بديلة أو مواد بديلة؟ وراح نبدأ نحلل وطبعا مع الكلفة ونحلل ونقدر نقرر هل احنا القيمة الهندسية محافظين عليها بالكلفة اللي صار فيها أو لا، وهل هناك بدائل أخرى لكلف أقل أو لا. هيكل أقسام العمل Work Breakdown Structure هي طريقة يحدد فيها نظم أقسام المشروع الرئيسية والفرعية بحيث يرتبط كل منها بالآخر وترتبط كلها بالإطار العام للمشروع، وعادة ما تستعمل رسوم توضيحية لبيان ذلك. هيكلة أقسام العمل تبين ما هي أقسام المشروع الرئيسية، ما هي أقسام الفرعية مرتبطة بكل فرع رئيسي، من هم الأشخاص المسؤولين عن تنفيذ وعن إدارة هذه الأقسام، وكلها تعتمد عن متصلة بالإطار العام للمشروع. عادة هناك فلو تشارت يوضح أو رسوم توضيحية توضح الهيكلة أقسام العمل. أخيرا وصلنا إلى كلفة بدء التشغيل. الستارت اب كوست هي نشاط كلفة النشاطات والمواد اللازمة لتحضير وبدء تشغيل المعدات والمرافق، فإذا هي الكلفة الأولية اللي أحتاجها لبدء بتنفيذ العمل، وتشمل كلفة الأرض، كلفة المواد، كلفة المعدات، الأيدي العاملة إلى آخره. هذا نسميه ستارت اب كوست. طلبتنا إلى هنا انتهينا من الجزء الثالث من محاضرة هذا اليوم، تخص تعريف بعض المصطلحات اللي تتوارد ذكرها مع في المشاريع الهندسية. نتمنى تكون الشرح واضح بالنسبة لكم. إن شاء الله على الأسبوع القادم راح نكمل توضيح محاضرات الخاصة بالإنترودكشن، راح نكمل ما يخص موارد المشروع، وحتى ننتقل بعدين إلى ما يخص أيضا التقنيات المستخدمة في برمجة المشاريع. نشكر جزيل الشكر على حسن الإصغاء، نتمنى لكم السلامة والصحة وإلى اللقاء.